أما أن تجد الوفاق في صيغة هي لا تقتنع بها، يعني لا تستطيع أن تأخذني مثلا في صيغة اللاسلمية، أنا لا أستطيع أن أذهب في حراك السياسي بصيغة اللاسلمية، أو سقوف أنا أنظر إليها من كل معطيات الواقعية الموجودة، أنا لا أستطيع أن أرى أن هذه السقوف أو أقتنع أن هذه السقوف ممكن أن تتحقق بهذه المعطيات الموجودة، وأننا ممكن أن نأخذ كل هذا الشعب أو جزء كبير من هذا الشعب إلى هذا السقف. أنا ما أحكر على الناس، وأقول من يريد أن يطلق سقوفا معينة هو حر طالما يمارسها بالسلمية والحضارية. ولماذا أقول السلمية والحضارية؟ لأن البلد لا تستحمل العنف مثلا. هذا الشعب حضاري، وثورته إن شاء الله ستنجح، ونجاحها لن يكون إلا من خلال السلمية. حراك جماهيري منقطع النظير، 40-60% في الشارع، وتستطيعون أن تستعيدوه؟ نعم، بخياراتكم وبتحديدها، سلميتكم، ولا نجازف، لا نريد أن تكون اسطوانة مشروخة سلمية. هذه حقيقة المجتمع الإنساني والحضاري لا يفهم التغيير الآن إلا بالسلمية. لدي منهجية معينة وللشباب الحق في أنهم يمارسون بسلمية، ونؤكد على السلمية، أنهم يجتمعون ويعتصمون. الرؤية الكونية مو بس في الشهادة، الرؤية الكونية أصلها في أن لا تقدم على الله سبحانه وتعالى وأنت متورط في قطرة دم. قطرة دم أولادي يعني شنو؟ قطرة دم يعني مو تقص رقبة واحد، قطرة دم إن أنت تجرح إنسان بظلم، أنت في معركة شرسة. ولكن هذه المعركة الشرسة أيضا تحتاج إلى ثقافة الحلال والحرام، مواجهة مواجهة، ظلم موجود ظلم، ولكن مو جمعية الوفاق ولا أصحاب السماحة العلماء، أنت يوم القبر وحدك، ما أحد بيجي دافع عنه، أنت يوم القيامة وحدك. صحيح يشفعون لنا المعصومين ما شابه، بس في الدماء في حق الآخرين هذا ما أحد يوقف لك. أنت اليوم ثائر، عندك ظلم، عندك مواجهة في مقدار الدم، قطرة الدم. لو شمخت شرطي، أنا أقولها بصراحة، وهذا الشرطي ممكن مو معتدي عليك أو مو معتدي، تتقين بينك وبين الله هذا حق ولا ظلم. لين انطلاق مو تخويف ولا أن يعني تدجين، وفي عشرات بل مئات الطرق كيف أتحرك بثورية وبسلمية، أن أكون معتدى عليه مظلوم ولا أن أكون ظالم. كلما كنت تنتهج السلمية أنت تفتح الطرف الآخر أي إمكانية للمبررات اللي تسويها. في تقرير بسيوني وما بعد تقرير بسيوني كان عندنا فرصة أن نستثمرها، وقاصدنا أن نحاول أن نستثمرها. ونحن لا نملك إلا أن نساند وندعم كل حراك سلمي، ونقولها بكل شفافية: الفاصل بيننا العنف، وما عدا ذلك فنحن مساندون له، وإن لم نكن جزء من هذه الفعالية أو تلك الفعالية. إذا كسر الروتين بالتفجيرات، أنا أقول هذا يكسر رقبتنا قبل لا يكسر الروتين. فأي واحد يفكر، أنا أقولها بكل صراحة وشفافية يعني، ولعلي في لقاءات واجد أنت أكون شفاف من الدوار، يعني ما أحتاج أقول الصادق في الدوار. إذا هم يعني هذا العنوان موجود، قيادي ما قيادي، أنت تتحمل إذا تتقدم يعني خدمة الناس تتحمل عليك، بس هذا التحمل مو على أساس تجيب لك جمهور يصفق لك، تحمل تتحمل مسؤولية، فمسؤوليتك الشرعية والوطنية والأخلاقية أن أنت اللي تقول هذا صح تقول للناس هذا صح. يقتنعون بما يقتنعون، ما يقتنعون بما موضوع ثاني. فموضوع أي حديث عن كسر الروتين وتنويع وإبداع في فعاليات وفي حراك
يجرنا إلى عنف وصدام وخسائر بشرية أو في الممتلكات، أنا أقول هذا مرفوض ومدان ولن يفيدنا في شيء، ما في أي قيمة أي جدوى إلى الموضوع، لا من ناحية الرد ولا من ناحية الإظهار المظلومية ولا من ناحية إظهار حقانية المطاف ولا عنوان. نحن كمعارضة منذ اليوم الأول كنا واضحين أن هذه الحركة والثورة الإصلاحية سلمية ويجب أن تستمر سلمية، وأخرجنا وثيقة اللا عنف وأكدنا عليها، وإذا هناك حوادث يعني بها قتل أو ما شابه يعني مميتة أو كما حدث في حرق السيارة ندينها فوريا، يعني ما عدنا تردد في إدانة أي من هذه الحوادث، ونحن نتبرأ من أي دعوات للقتل أو للإضرار بالمال العام أو للإضرار بالممتلكات أو الأشخاص أيا يكونون هؤلاء الأشخاص. ولعل ما قاله آية الله قاسم بالأمس تأكيد أيضا لما كان يقوله دائما، وليسكت ويخرس الأصوات التي تتهم القيادة الدينية في البحرين بأنها هي التي تحرض على العنف، وإنما الحركة ابتدأت سلمية أو ابتدأت سياسية سلمية سياسية، إن الحركة ابتدأت سياسية إصلاحية سلمية وتستمر في ذلك إلى تحقيق المطالب. يعني كل من له علاقة بإدارة الحراك أو التأثير على إدارة الحراك مصر على السلمية ومصر على أن تحقق المطالب من خلال هذا النهج، لا به عدوان ولا به اعتداء على أي من الممتلكات العامة والخاصة. بكل بساطة وبكل شفافية، يعني ما يمكن أن أكون في موقع مهاجمة، يعني لا سمح الله أحد يفكر، وما أعتقد أحد يفكر إنه يركب سيارة ويروح يفخخ روحه في ناس أبرياء، أو حتى يشتبه أنهم عسكر ويقول أن هذين ظالميننا، لا، هذا تحتاج إلى رأي فقهي، هذا ظلم قتل يستحق الموت ما يستحق الموت، ما عندنا هذه الثقافة. يعني لا أحد يجي يقول لي أنا الشهادة وما أدري شنو ويروح يقول لي أنا بروح أفخخ وبفجر، هذا التفكير خطر جدا، ولا يفجر روحه ولا يفجر في الآخرين، وتالي لنصادوه وعدمه يقول أنا شهيد نبتعد. التفجير مدان بكل معنى الإدانة، يعني ما في أحد يزايد على أن ثقافة التفجير ابتداء أو أحداث تفجير أو ما شابه في البحرين مرفوضة جملة وتفصيلا من أي طرف كان. العملية سواء كانت موجودة أو غير موجودة فهي مدانة، فمن يعتقد أنه يعني بيسوي هذه العملية أو عملية غيرها فإحنا نقول له من الحين ريح روحك، ما بتحصل دعم ولن تحقق أهدافك وسنكون شديدين عليك، فسواء كان من هذا الطرف أو ذاك الطرف. والرسالة إلى الشباب قبل الأجهزة الأمنية أن الأعمال يعني التفجيرات مدانة ومرفوضة بشدة، فلا أحد يجرب هذا الطريق. دعونا أن نكون عقلاء، لا نريد أن تمتد دار الطائفية، المجزرة بدأت، علينا أن نتراجع عن هذه الخطوات. البحرين لا تستحمل، والبحرينيون كلهم سنة وشيعة، هم أحبة، هم متشابكون. نعم قد تزعج بعض الإخوان أو لا يفهموا هذه المشاعر بعض الشعارات، ولكن هذه ثورة دماء، المطالب واضحة وطرحناها أكثر من مرة، وأنا أقول لكم حرية الشعارات أنا لا أحكر على أحد، ولكن شعاراتنا يجب أن تلم، نريد أن هذه الساحة أيضا تمتلئ وستمتلئ هذه الساحة وكل ساحة بالسنة والشيعة. دعونا نطلق الشعارات الوطنية وأنتم تطلقون ذلك، دعونا نطلق الشعارات المطلبية التي تجمع، لا تعطوا لأحد فرصة، لا تعطوا لأحد
أن يستغل شعار أو أن يستغل كتابة أو أن يستغل تصريح أو أن يستغل صورة. نقدر كل المشاعر، ولكن يا أحبتي أيضا هذه الدماء التي سالت من أجل البحرين، سالت من أجل عزة البحرين. والله أقسم أن هذه الدماء التي سالت من أجل السني قبل الشيعي، سالت من أجل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم. لا يوجد حاقد في هذه البلد من رفع صوته بالمطالب. نريد أن يستقر هذا البلد، نريد أن ينتقل بالتنمية لرفع معيشة هذا البلد، لاستقرار الاقتصاد. نحن نعلم الضغوطات أيضا إذا شل الاقتصاد، ولكن لا يمكن أن يتراجع الشعب عن مطالبه بكل سنية وحضارية. لا أحد يفهم أنني أقول ارجعوا إلى بيوتكم، لا، أنا أقول نعم، أنا أقول ستستمر المطالبات بكل سلمية وبكل حضارية. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي لأقتلك. هذا شعارنا وسيبقى شعارنا. نقول للسني أنك في عيننا وفوق رأسنا، ومطالبنا من أجلك قبل أن تكون من أجلي. هذا هو الشعار، لا سنية لا شيعية، هذا هو الشعار. خلني أقول السنة والشيعة إيد واحدة، السنة والشيعة إيد واحدة، السنة والشيعة إيد واحدة، السنة والشيعة إيد واحدة. فلذلك إخوان سنة وشيعة قلناها وسنظل نقول إخوان سنة وشيعة، لأن هذا البلد لا يمكن أن يستقر إذا فكرت أي طائفة من الطوائف أن تلغي الطائفة الأخرى أو تجور عليها أو تستحوذ على كل المقدرات. لا، يجب أن نضع هذا خط أحمر. لا أحد يفكر أن أنا بلغي الطرف الآخر أو بستحوذ أو بخصي أو ما شابه. فهي العملية عملية ديناميكية تحتاج إلى كل المكونات بعنوان طائفي، المكون الشيعي والمكون السني والماسكين بالسلطات الأسرة. إذا لم يتحرك العقلاء القياديين في كل هذه المكونات لإخراج البحرين من هذه المأزق الحقيقي والذي يمكن أن يتحول إلى كارثي، ويكونون جريئين جداً بإيجاد حل سياسي عادل يحفظ مكانة الجميع ويوفر نظام سياسي مستقر، نحن أمام متاعب. فحافظوا على تقدمكم، ولا تجعلوا أحد أن يستدرجكم إلى عنف أو تصادم طائفي. إدماج كل البحرينيين، وهذا هو مشروع المعارضة، إدماج كل البحرينيين بما فيها الأسرة، أسرة آل خليفة، في دولة عصرية يكون الشعب فيها مصدر السلطات والسيادة للشعب، وتكون فيها مشاركة لكل أبناء الوطن على أساس أنهم مواطنون. الآن هو يقول مطالبنا واضحة وجهية للعالم. مملكة دستورية، حكومة منتخبة، سلطة فاعلة، سلطة قضائية مستقلة. لأين تسير البحرين من وجهة نظر المعارضة في ظل هذا الحال؟ نحن طالبنا ومستمرين في طلب حوار جدي حقيقي يطرح الأمور على الطاولة. لدينا وثيقة دستورية في 73 فيها الشعب مصدر السلطات لمساحة معينة، في مطالب معينة من الملكية الدستورية عدتها، حكومة منتخبة، برلمان كامل الصلاحيات، دوائر عادلة، أمن للجميع، قضاء مستقل. هذه ليست شيء اختراع من الوفاق، نضعها على الطاولة. طيب. ونتفق حولها. لا يوجد حوار جدي، كل طيب. كل ما قيل هناك شكليات. طرحت رؤيتك أستاذة سميرة. الشعب البحريني الذي ماذا طالب؟ طالب بأقل مما طالبتم به. فإذا كان غالبية الشعوب العربية الثائرة كانت تطالب بإسقاط الأنظمة، الشعب البحريني كان يطالب بملكية دستورية، تبقى العائلة المالكة موجودة ولكن صلاحياتها مقتصرة على أنهم يسودون ولا يحكمون، أن تكون هناك حكومة منتخبة،
أن يكون هناك سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، أن يكون هناك قضاء عادل ومستقل، أن يكون هناك نظام انتخابي عادل ودوائر عادلة، أن يكون هناك أمن يشترك فيه الجميع. هذا ما يطالب به الشعب البحريني.